إذاعة مرسال تستمعون الآن. ومما يقوي الخوف من الشرك أيضا أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فيتكلم بها وهو لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70 خريفا كما ثبت في الصحيح. وقد يحبط الله تبارك وتعالى عمل العبد ويغضب عليه ويدخله النار بتلك الكلمة التي خرجت منه وهو لا يشعر، كما وقع من الطائفة المنافقة في غزوة تبوك الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. في غزوة تبوك قال أولئك المنافقون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، إلى آخر ما قالوا. فأكفرهم الله تبارك وتعالى بمقولتهم تلك وقال لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأنها كلمة عظيمة. ومما يزيد الإنسان خوفا من الوقوع في مثل هذا وهو الكلمة التي لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، أنه يقول تلك الكلمة كما قال المصنف رحمه الله تعالى وهو جاهل. قال المصنف فلا يعذر بالجهل لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفة الحق. وهذا ضابط مهم، لأن بعض الناس حملوا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الإطلاق وأن الجاهل لا يعذر بجهله، فقالوا لا يعذر الجاهل بجهله. الذي هذا الذي يقوم عليه فكر الخوارج وفكر التكفيريين وللأسف فكر من ينتسب إلى الحداد والذين يسمون ب أو الذين يلقبون بالحدادية، فهؤلاء لا يرون العذر بالجهل مطلقا، وهذا غي وفساد. وإنما لا يعذر الجاهل إذا قامت عليه الحجة وتمكن من معرفة الحق، أما مع عدم قيام الحجة ومع عدم تمكن قيام أو معرفة الحق فإن الجاهل يعذر بجهله. ولعلنا نصلي ونكمل هذه الجملة وهي مسألة العذر بالجهل، فإنها مسألة مهمة تحتاج منا إلى وقفة نرجئها إن شاء الله تعالى إلى ما بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا توقفنا عند الكلام على قول المصنف رحمه الله تعالى في أن الجاهل قد لا يعذر بجهله عند تلفظه أو لا يعذر بجهله عند تلفظه بكلمة تخرجه عن الإسلام، وهذا في حال الجهل. قال فلا يعذر بالجهل. قلنا يذكر لهذا قيدين وهما قيام الحجة على هذا الجاهل وتمكنه من معرفة الحق، وأما مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفة الحق هذا هو الذي نفى الله عنه التعذيب حتى تقوم حجة الرسل. هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين. فإذا عدم الجاهل قيام الحجة وعدم التمكن من معرفة الحق هذا الله تعالى الذي نفى عنه التعذيب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأصول الدين العظام ومبانيه الجسام لا يسع المسلم جهله أو الجهل بها، لأنه قد انتشر العلم بهذه الأصول العظيمة، وجوب الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت وبر الوالدين وتحريم الخمر وغيرها من الأصول العظيمة. هذه لا يسع المسلم الجهل بها لأن العلم بها قد انتشر في الآفاق، والحجة قد قامت عليها في بلاد المسلمين التي ينتشر فيها الإسلام. وأما المسائل التي قد تخفى لأجل غموضها فهذه يعذر الجاهل فيها. ومن لم تقم عليه الحجة أو لم يبلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعذر لجهله في أصول الدين ومسائل الملة الكبار. هذا من لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومثال على ذلك أدغال إفريقيا بعض القرى لا يصلها شيء، لم يصلها شيء، ليس عندهم شيء من يعني الوسائل التي توصل إليهم الإسلام، كالذين يعيشون في أدغال الأمازون وهم على البدائية الأولى يعيشون عراة كما خلقهم الله، لا يعرفون شيئا من العلم ولا التمدن ولا أي شيء. فمثل هؤلاء من لم يبلغهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقم عليه الحجة، هؤلاء يعذرون لجهلهم في أصول الدين ومسائل ملة الكبار، ويكون حكمهم كما قال أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، حكمهم حكم أهل الفترة، فعلى القائلين بوجود أهل الفترة حكمهم حكم أهل الفترة، هم الذين يمتحنون على صح الأقوال عند أهل العلم يوم القيامة. وهذا الذي تقتضيه الأدلة، وهذا الذي اختاره جمع من أهل العلم من المتقدمين، ومن المتأخرين من قال به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، شيخنا ابن عثيمين، كذلك الشيخ الفوزان والشيخ الألباني وغيره من العلماء الكبار في هذا الزمان. ولعلي في هذه أو في هذا الصدد أقرأ عليكم ما قرره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة، وهو تعليقه على كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. قال الشيخ رحمه الله معلقا على هذه الجملة وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، قال: تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله، أولا لا أظن الشيخ رحمه الله داير العذر بالجهل، يعني هو ينفي عن الشيخ محمد عبد الوهاب أنه لا يرى العذر بالجهل، لأن بعض من ينتسبون إلى فرقة التكفير، وقد خاطبني بهذا أحدهم في نهاية الثمانينيات وقال لي بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: وقد قامت الحجة بالكتاب والسنة، وقد قامت الحجة بالكتاب والسنة ولا يشترط فهمها كفهم أبي بكر وعمر. قالوا: هذا يدل على أن الحجة قد قامت بنزول القرآن والسنة، فلا يعذر أحد بالجهل، هكذا يقولون، هكذا يعتقدون، وينسبون هذا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو بريء من هذا القول على هذا الوجه. ولهذا قال الشيخ: لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم، يعني هذا الجاهل، يعني العلم موجود أمامه وهو لا يلقي له بالا ولا يكتلث له، يقول: وما لي أتعلم، أنا لا أبالي بهذا. قال: إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم. قال: فهذا لا يعذر بالجهل، وإنما لا أظن ذلك من الشيخ، يعني لا أظن أن الشيخ يقول بعدم العذر بالجهل، هذا معنى قوله. قال: وإنما لا أظن ذلك من الشيخ، لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل، فقد سئل رحمه الله عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به فأجاب: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة، انتبهوا لهذا الكلام من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، قال: فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. هذا الجزء الأول مما استدل به الشيخ بن عثيمين رحمه الله على أن الشيخ محمد عبد الوهاب يرى العذر بالجهل، وأيضا قال: وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فنقول أعداؤنا معنا على أنواع: النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه،
ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهو كافر نقاتله بكفره، لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس. النوع الثاني من الناس من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول، وفيه قول الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وهو ممن قال الله فيه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. النوع الثالث من عرف التوحيد، هؤلاء لا يعذرون بالجهلة. النوع الثالث من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر، فيه قول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. النوع الرابع من سلم من هذا كله، ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك وساعين في قتالهم، ويتعذر بأن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر، فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله، مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير كثير، فهذا أيضا كافر، وهو ممن قال الله فيهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، إلى قوله سلطانا مبينا. فهذا الذي نقول. وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، انتبهوا، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ هذا على سبيل يعني المقابلة، يعني يريد أن يقول الشيخ محمد الوهاب أن هؤلاء الذين ليس لهم علم ولم ينشأوا في بيئة التوحيد، نشأوا في بيئة الشرك، لا نكفرهم حتى نقيم عليهم الحجة، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ لأنهم ادعوا أن محمد بن عبد الوهاب يكفر كل من لم يهاجر إليه في أرض نجد، فإنه ينفي هذا بالكلية ويقول: هؤلاء الذين يعني الذين لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم، فهذا يدل على أنه يعذر بالجهل رحمه الله تعالى. ثم قال: بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله. فرحم الله امرأ نظر نفسه وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الجنة والنار، صلى الله